لك انا من عذابك، يا لك انا من عذابك. زنبقة؟ يا انا مغدا، يا انا مغدا، الضيوف ماتوا قول. مره مره دخل النار حبس حره، دول اثنين احرار. احرار يعني شهداء؟ زنبقة مغدا، وين مغدا؟ كلهم دقائق ومغدا جاهز. دقائق وين جعفر؟ جعفر؟ يا جعفر شلم بنية، شلم بنية قال شلمهم قرية. شلم بنية؟ يا يعجبها لهم قرية؟ يعجبها قال شعجبها لهم قرية. ايه فلوس تورم بير؟ جعفر! طاقة طاقة وين على ولدي؟ جعفر! 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 وين جعفر؟ وين رحم ولده؟ جعفر! وين رحم ولده؟ أخر بنت الناس وهرب. الله يضحكه جعفر! الله يضحكه جعفر! أمام كل الناس! شل بنتهم بالعين وخلاص خرج ولم يعد. واه جعفر زنبقة، ها زنبقة، ها زنبقة، ها جعفر فين جعفر فين جعفر جعفر وجعفر جعفر تاكا 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 ما تهب والله ما هنا تعال لي اور من بنت دم فيا انا ابن بنت دم فيا طلب رويك يا جعفر لما بتمسك يا جعفر والله ده دم امال ما نفعل لك ذا جعفر فلت من شجره فلت جعفر فلت جعفر ها لا فلت الا فلت جعفر نحن نقول لك كيف نسوي فلت جعفر لا الا فلت جعفر فلت جعفر لما كسرك يا جعفر كم نهب لا ضر نعالجها ما نقول له هون ما نقول له خير ما نقول له ولا تقول حاجه خلينا نعالجها لا لحظه 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 امسح من جنبه هات شكر من التراب هات كلام التراب تراب كلام تراب دم طاهر شويه ده هات شكر كلمة كلمة من انا اجيب لك ماء دبري ماء نظف القرح نظف القرح ايه شو لا شباب دوا لا شباب دوا نادي لا تكلم شمك ها لا تكلم شمك لا تقول شمك لا أبوك أنا في مشكلة تمام ها لا وقلت لها بيضحك والله لا يضحك تمام تمام الله يلا يلا حبيبي يلا حبيبي ما في حاجة ما حصل حاجة يلا يلا والله طلعت النغلة أجيب بلا والشيخ طفاع يسوي لذيذة مرحبا بكم والله يا جماعة جيتكم تسوون الدنيا واعذرونا على التقصير سلامي ما قصرتيش حبيبي أهلا وسهلا سامحونا على أي تقصير أو أي حلاقة يا جماعي مزح شكرا شكرا كسروا يدك كسروا يدك انت دائما دائما اخي شوتر يمزح دائما يا انا وزنبقة اهلا وسهلا بكم ها خير خي غيلان ما معك ماقك ما تشاء خير خير يا اخي خير انت عارف قبل ما تموت امي امي ماتن امي ماتن عارف ان امي ماتن من الصبح 16 مرة قد ميت امي امي ماتن امي ماتن كانك فرحان امي ماتن بعد ما ماتن بعدها ما حصل بعدها خير يا أخي خير أنت عارف إن أمي قبل ما تموت كتبت البيت لي ولك أنا عارف 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 إن أمي فعلت وهبية لعيالي وعيالك عشان تهرب من عيال زوجها الثاني ليرثوها يه وأنا محتاج للبيت أنا الحمد لله الآن توسعت تجارتي أستورد قوارب وأستورد مكاين وأستورد شباكو وأدوات صيد وانا محتاج الحوش ذا مش انا وطيه مخزن واشاك تبيع لي نصيبك في الحوش اسمع اخي غيرا اولا قل اولا 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 بيت فيهم حوش لا حقي ولا حقك ضحكم عيال حق عيالك وحق عفر ثانيا انا ما اقدرش اتصرف بذيم ارض ولا بذيم حوش لما عفر يكبر هو حر بحقه طيب اسمع اسمعنا يا شوتر انت عارف ان الان انا مشاغلي اصبحت كثيره واستورد قوارب وشباك ومكاين حق الصيد وانا اشتي انا محتاج للمكان هذا اشتعمل فيه مخزن اخي غيلان ها مخزن ده مش ملكك ولا ملكي
ذه ملك عيالنا، ملك عيالنا، ملك عيالك، ملك جعفر. أنا داري أنا ما أقدر شيء أتصرف بشيء مو بحق، ذي حق جعفر. لما يكبر جعفر وبعدين هو حر، ذا آخر كلام عندي. لكن هو بنك؟ يه بني، أنا قلت في المقيرة ذي بني، بس أنا ما أقدر أتصرف بشيء بحق ابني. حقينا حر، لكن ذي حق ابني ما أقدر شيء أتصرف بحق ابني. ذا آخر كلام عندك؟ ولا ما رأيك؟ تحذف لي قابتين ولا اتصل بصديق؟ ذي آخر كلام، ماشي غير ذي الكلام. أنا أخوك. عفوا ما أقدرش. وأتي لك من المدينة لهنا. قال من المدينة بعد 15 سنة جاي لهنا عشان بيت ومحوش. طيب مسك الشاي حقك. كرمك الله. قومي يا جماعة، صلوا على محمد، ما يصلح جلسوا، والله ما يصلح، ذعيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اسمع كلام زوجك، لكن من عيني شاوريك أنا. هديت تك تك من هذه ومن هذه، مرجاك لهندي يا شوتر، مش تعرف من هو غيلان بدي. لا عادي هديت برجعك لهندي أتك 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 بعد 15 سنة. أنا مش قلت لك غيلان خيبة يجي لهنا الله في مصلحة. واه تك تك تك. أمال جعفر. يا أنا. أمال. يا أنا. خالص كم بلاه قلت لي يا. وأتم لخليه. يه. طفاه زول هذيشة. والله إنك بطل. أنا بطل. أمال قال أني بطل. أنا بطل أنا بطل أنا بطل. طلع يقلي الحين، والله طلع يقلي الحين، والله ما تضرب انت عمه، تعورها هنا، تعورها هنا. ضيوف عندنا، ضيوف عندنا، اول يوم قوم ضيوف عندنا تعور براسها هي هبل. والله ما يدي، والله انك هبل. ليش عورها؟ ليش عورها؟ ليش؟ تاجر الله من اخلاق الشيخ. تطلع من اخلاق مين؟ حق الشيخ. شيخ ما طفاه. الشيخ تطلع من اخلاق الشيخ طفاه؟ وبعدين طلعت؟ طلعان وفلتن. طلعان وفلتن، الحمد لله الحمد لله، طلعان وفلتن. ما طلع مسيمة من الخلاف. شي بلعوا ما اخذش بلحوا صح؟ أيوه. الحمد لله. قلت لها والله لا اجيب لك بلحوا. انت قلت لها والله لا اجيب لك بلحوا؟ رجع تمام، ما جبت لهاش بلحوا. جبت لها. جبت لها؟ من وين جبت لها بلحوا؟ من اخلاق الشيخ طفاه وطلعت، وقال علي كمان انا بطل. نخلت مين؟ الشيخ طفاه وقال علي بطل. جبت بلح من نخلة الشيخ طفاه؟ تمجنون انت؟ تمجنون انت؟ تمجنون انت يا اسمان؟ الله أكبر عليك، من نخلة الشيخ طفاه يا هبه؟ يا مجنون؟ يا قل الحياة؟ حرام عليك، حرام عليك، انت ما في قلبك رحمة؟ ما في قلبك شفقة؟ حرام عليك، ذا صغير، ذا صغير وذا صغير. المفروض نحن نرحمه، المفروض نشفق علينا، عامله برفق، عامله بحنان، عامله بحنية. انت عارف ان ذا زهرة بيت ما معنى الا هو؟ والله حرام عليك. شوف انا ما اسمح لك تمد يدك عليه مره ثانيه. انت عارف الناس صغركم كثر من ضرب يهب المجاهل. والله حرام. لا تبكي يا حبيبي، علشان ما ضربته؟ عشان بنت عمه؟ ادي بنت عمه صار صغار وش تدو ضمبك؟ ما انتش عارف ما فعل؟ ما فعل؟ طلع من اخلى حقم شيخ طفاح قبل بلحه الامل. ايه لو واحد شافل اليوم بروح يقول الشيخ طفاح والله لا يقنن بلي، والله لا يقتلنا. من اخلى حقمان؟ حكم النخلة شاطر، شاطر حكم النخلة. شيخ طفاح حكم النخلة، تكلم حكمان. حكمان الشيخ طفاح. الله يبارك حك الشيخ طفاح. لا 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 تقتل لي شمولين، لا تقتل لي شمولين. آجي آجي خلاص طلع، خلاص بس خلاص خلاص خلاص. قطر النوم، قطر النوم. طلع طلع هنا، طلع طلع طلع. جلس كيسيني، جلس كمان نحل المشاكل. والله اقتلك قسما بالاقتلك، شامل لنا مشاكل مع الشيخ طفاح. ما رجع انت، انت ما كنت هبل. الشيخ طفاح ذا بيبهذ لنا البيت. خلاص ما عليك من ولد، ان شاء الله يكون ما حدا شافك ان شاء الله. شاطر؟ ايه. والله مرة اخوك غيلان مرة طيبة والله. ايه اسمها زهرة. والله زهرة وهي زهرة. زهرة؟ ما شاء الله ايه. والله طيبة وزوجها طيب. صدق انها قالت لي حلوة، شهدت لي حلوة. هي قالت لي حلوة؟ والله قالت لي حلوة. والله انها شهدت الزوج قسما بالله. ما علينا، لا ما جاءوا زارونا من زمان؟ لأنه ماشي مصلحة كان معاهم.
لكن اليوم لما خي غيلان مع مصلحه جاي مشطيني ابي الوم محوش. وليش ما بعت لها محوش؟ ابي الوم؟ منين المحوش ذا؟ ذا مش حقي ولا حقه، ذا حق عيال، ذا حق جعفر، امي سوته وهبيه الجعفر. وهبيه؟ ما هو وهبيه؟ تعرف شو وهبيه؟ إيه؟ انا فاهمك مو وهبيه، البس البس كذا وانت ريان البس، بس وهبيه ما يعرف شو مو وهبيه. تعال هنا. يا وهبيه ذي قدتك الله يرحمها امي. الله يرحمها برد على عظامها. قبل ما تموت كتبت من بيت حقهم قديم ومحوش نص العيال اخي غيلان ونص لك جعفر لك انت. وامك شتيني ابي اروح ما رضيت والله العظيم ما رضيت. قلت روح لما يكبر جعفر هو حر بحقه وانت يا ابني لما تكبر انت حر بحقه. يعني ما علموكش حاجه غير انك تكون مضرب او تشهد الله وبس؟ علموني لما يبزوا حقي اسكت واشهد الله. بس لا تتصوروا ان ابوي ما كانش يفهم اي حاجه. ابوي كان يعرف كل شيء بس كان الخوف. صدقوا رغم انه كان مش متعلم بس احيانا كان يتكلم كانه اكبر مثقف. ذم دا أحكك كركر لما تفك كم مظلة. الله ما معك يا مولي ما معك لمطبطبة مطبطبة مطبطبة دي. روح الأبيض روح الأبيض. شجع مولد أقول لك لا تفجأه. أنا جاي أدخل في المنتخب حق أنا. حق أنا منتخب؟ حق أنا منتخب يخلي سنقلوا الوحدات بالخمسة دقائق الأولى من المباراة يرجع استقبال. لا تضحك على المنتخب حق أنا ما اسمح لكش. ما تفوز المباراة دي. وإن شاء الله ما يفوز إلا حق أنا منتخب. برازيل. أقول لك حق أنا منتخب. برازيل. المنتخب حق أنا أقول لك. برازيل. المنتخب حق أنا. المنتخب حق أنا مش مسجل بكأس العالم، ما طلعش كأس العالم. حتى لو مش مسجل بكأس العالم يفوز يفوز. برازيل. اقول لك منتخب حقنا. اقول لك من برازيل. اقول لك منتخب حقنا اصبح قفلوا قفلوا غضيمي. اقول لك منتخب حقنا مرق ضد الشيطان من برازيل. منتخب حقنا مرق ضد الشيطان من برازيل. منتخب حقنا مرق ضد الشيطان من برازيل. ربي بلاني برق دودو موك حلو ومو ينسودو ضي صنعة الله. ربي اخذ مني يوم فرحه يوم انت زوقت على ربحه يا خيره الله. اصاصا في درس ما فهم ليش شاطر من قصدك من ربحه؟ من ربحه؟ يا من كان ربحه؟ انت قلت ربحه. ما قلت ربحه؟ اتاكد من كلامك. لا لا انت ما قلتش ربحه. ها ما قلت انت مكمر ومسمر والعياذ بالله. اوه ما شاء الله والعياذ بالله. شفت من دائما تقول لي كذا؟ دائما يعجبك تضحك علي. والله انك تضحك. انت ولا مره في حياتك حتى قلت لي اني حلوه. حلوه؟ مكذب حرام. حلوه؟ مكذب حرام؟ yeah. يا اخي جاملني حتى مجامله. جاملني حتى مجامله. مؤذن دائما اجاملك. جاملني بمه؟ بلك فك اقول لك فك ما شاء الله حالي ومش حالي بيني وبينك. وقفي ما في حالي؟ والله ما اتمرى بالمرايه، والله لا تشوف نفسك في المرايه، والله لا تحترمني. ذنبك؟ سلام ما عشان تقول كلام ده خلم ابني ذاكر ذاكر. انت مالك انت ذاكر في درس دخل درس ما افتهم ليش درس ما افتهم لك؟ ليه ما افتهم لك؟ ما درس كله وانا شذاك لك انا بسط ربيع ورستم. ربيع ورستم؟ ايه. شوف ذا ربيع ذا ما انا ما اعرفهش لكن رستم ذا شوفوا اسمه ينقسم لك اسمين رس يعني ايش؟ يعني اذا تقول رس غنم رس بكر رص ابرد لك وذا فم ذا اللي كان يطلع حق ويجري كان يفعله مشاكل. وانت تروح تسال ذنبك انا؟
بقرة تسأل بقرة جه هنا نسق الله. شوف ابني ده اسمه ربي ابن آمر، هو أحد من التابعين، من التابعين رضي الله عنهم، جماعة من الصحابة والتابعين. ورستم ده كبير المفرس، كان يعني بمفرس يعتبر يعني مثل طفاح هنا عندنا الشيخ طفاح، يه وحد كبير ده بمفرس. وبعدين كانوا العرب زمان يروحون عند مفرس عشان يهبوا لهم فلوسه، فلوس يشحطوا لهم فلوسه. بعد الإسلام العرب تغيروا، العرب كلهم تغيروا، أصبحوا قوية. ومرة رستم ذه جالس بمقصر حقه، قام ربي ابن آمر رضي الله عنه أخذ حربة وانفرس ودخل إلى مقصر حقه وهو شجاع رافع رأس حقه وخزق بحق حربة موكي حق رستم. سوتر؟ يه من فين هذا الكلام؟ كان معاهم موكي؟ يه كان معاهم قطايف، كان معاهم قطايف ويخزق من قطيفة، يخزق من قطيفة ويمشي. لما وصل لعند رستم قام رستم بجوعه، انزل قام رستم قال اتاك 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 مالك تخزق امك ازاي؟ اتاك 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 ما كان يفهمونا؟ ياه قال له اتاك اتاك بس قال له بالفارسية اتاك اتاكو 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 اتاك اتاك اتاكو اتاكو سمعت. وبعدين قال له اتاك اتاك من ذاك خزق لنا امك؟ من انت؟ ما معك؟ ما تستع؟ ما اللي جابك لهنا؟ فقام ربي ابن آمر، ربي ابن آمر رضي الله عنه قام مسلم شجاع وقال رستم نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من عباد، من عبادة من عباد إلى عبادة رب من عباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن قرى مديان لأجل الإسلام. شوف مسلم كيف كان قوي، مسلم قوي شجاع ما يخافش. وكيف انتش قاو؟ ياه طاقة طاقة أنا أبو جعفر. هبلة كري هاتي هبل خير هلا تضحك يا هبل ضمن. وكيف تخاف من طفاح؟ كيف؟ وكيف تخاف من طفاح؟ أنا خاف من طفاح؟ أنا خاف من طفاح هبل ضمن. اركض 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 انت تفاقي الطفاح أو سيجارك دي هذه المرأة دي كيف تخاف من طفاح؟ حركنا مولد اركض 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 انت اطفئي طفا وراسك من مره قلت تخاف من طفاح. سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه بقوه، لما كبرت وترعرعت هل استمرت مضربه ولا تحسن وضعك؟ يعني انا لما كنت صغير كان ابوي يعلمني اني اشهد الله، ولما كبرت كنت انا وابي نشهد الله. ما معك يا زخم؟ ما معك يا زخم؟ كل يوم فكرت لي هنا، ما معك ما تهب هنا؟ الذم صعب حقي، الذم صعب حقي قسما بالله. يدك ذي تمتد ليه لك ترى بذا؟ حتى من نبتك يا زخم؟ عندكم يا امك محمد عم سيف ذا حقك، عم سيف ذا حقي، وانت داخل في سيف 4 متر. تك 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 انا داخل 400 حقي ضحكي احترمتك والله لك اترك قسما بالله لك قلب لك مكان ثاني قلب ورنا عاد هددنا قلب شاهد اقلب لك مكان ثاني قلب بقلب لك مكان ثاني فك لي يا ولد تك 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 مسكونا اضربنا تخوار اضربنا ايوه شغلات دخان اضربنا 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 خلو خلو اضربنا اضربنا خلك فك لي اضربنا ابوت بكولو ابوت بكولو ابوت اضربنا 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 دخان اضربنا اضربنا دخان اضربنا 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 انا اتحدى قسما بالله اقلب له قسما بالله اقلب له سمعنا يا قلب راح يقلب اقلب ليه اقول له اقلب انت قسما بالله اقلب ليه اقلب اهرب كذا اهرب كذا خلاص ويش يقلب روح لك الا ما بدي اقلب ليه ما اروح اقلب اقلب ليه ايوه اقلب امسك كذا
اهلاك يا قسما بالله. اتحدث لك لم تريد كلبه؟ عجيب انا والله ما انا جاد روك لبزي الكلبه. الكلبه غير شاهد عجبنا وايدها عيدها وقلب مثلها شاحد. والله ما نقدر تقلب. تقلب كلبه يا با قدم كلبه يا قلب تعك عدل حاصل من دين نقدر ليلة في كلبه ثاني معك اقلب لي ابو من قلبه يا بك القلبه هذا قسما بالله كسرك قسما تكمل 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 قسما بالله كسرك شيخ مشك يا شيخ لفدارك وباك لفدارك وباك يا شيخ لفدارك وباك هلكن ابي انت الركضه يا صغيم انتو شوتر ما معكن يا شيخ يا شيخ خير فهمت خير مكر من الطحين تلبليس مرقيب الشيخ تحكي مصعف يتحكي مصعف خلنا دخلت بحكي وبحكي والله وانت تعرف لي يا شيخ ولا قلت له اب عليك احنا جيران احنا جيران اب عليك اب عليك اب مراشي مراشي والشيخ ضرب لي ولا قلت له خلاص نروح عند الشيخ تفاح الله يحفظه طولنا عمره قال تفاح مين ما عرفتين تفاح يا شيخ والله كذابك انا قلت لك لا لا وقسما بالله يا شيخ ما قلت صح يا 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 يا, 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 يا قال قال يا شيخ ذي يلا ابوكم هاتون من 50,000 أدال وش نحيد منه اللي قال منه اللي ما قالش يلا 50,000 قبول قبول يا شيخ يا شيخ 50,000 كثيرة 55 يا زغيم 55 يا زخيم 55 يا زخيم قبول قبول والله كثيرة قسما بالله مين شجيبه 60 60 يا زخيم 60 يا زخيم قبلنا قبول قبول يا شيخ قبول. والله يا شيخ 60 كثيرة 70,000 يا زخيم 70 يا زخيم 70 قبول 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 يا شيخ يا شيخ كثيرة والله 80 قبول 80,000 قبول يا شيخ 80,000 الله أكبر عليك قسم بالله يطلع أهلا مليون اسكت اتك 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 ولا آخر كلام وكلامي ما ينزلش يلا قومون تحركون بقناتهم بيسر حقونا لنبيت يلا تمام وانتم ما معكم يلا كل واحد يبوك بيته يلا 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 قول يلا مع سلامة انتم الله يطول عمرك يا شيخ الله يحفظك الله يكثر برجال أمثالك ورزقنا عشان نمضي لك عمرك إلى الله يا شوتر عمرك إلى الله يا شوتر عمرك إلى الله يا شوتر عمرك إلى الله انت انت هبل كنت طلعتها شوية 80,000 منينها 80,000 أبا كيف كيف شنو تدفع 80 كيف قل لي كيف والله ما نعرف كيف نسوي ويان جيبهم فيان أقول لك ها 80,000 ها كم معنا مواشي مغنم كم معنا معنا كم 12 راس 12 راس ايوه 12 راس 12 راس ما يكفيش وأمك 13 نبيها والله ما تدي ريال أمك جيب تدي ريال كيف أقول لك بعدي 47 48 50 ألف بس تسوي المواشي إلا 50 بس حرام عليك هذا سعرها حقنا والله هذا حق يسوى أكثر والله أنا ما أبيع له تجيب مليون بس أنا مضطر مضطر المشيخ حكم علينا ب 80,000 وأنا ماشي معي فلوس نبيعها عشان نجيب لهم شيخ زيد قليل زيد قليل ما في إلا قيمتين لا تسوى إلا 50,000 بس حرام عليك قسما بالله لا شلتها مسوق ولا يمديني أكثر والله لا لا تسوى إلا 50 بس آخر كلام آخر كلام آخر آخر كلام آخر كلام أعلم لك جابتين يعني ماشي كذا قد آخر كلام لا لا آخر كلام حرام عليك منك لله يا شيخ طفح تسوى إلا 50 بس 50 بس 50 بس خلاص عندك بس نودع مغنم ونجيب شاطش في الروس كلهم خلونا حتى راس واحد باقي راسي أما ذي نبيعهن عشان نجيب لك شيخ طفح ما نفعل خلاص الله يصيبك يا طفح ويفضحك بين مربع خلينا حتى ودع بدأت الله يا مغنم الله يفتح عليكم يلا الله يفتح عليكم يلا يلا في أمل لا تنسوا ما تصطبحوا وتاكلوا وتتغدوا صاع الناس يلا الله يفتح عليكم ما تسوي حتى من الله عليك ما نسوي ده ما نسوي يا قهر قلبي على مغنم يا مغنم ماو مغنم يعني مغنم وينو مغنم بعناهن بعناهن يا حبال بعناهن اديتهم فلوس جبت 10,000 10,000 بس عرفتك تدبر لنا فلوس تجيب لنا 10,000 واخا وقت كل مكان والله ما بقيت بقعة ما فعل فين ابوك فين تبوك اخلق خمسين وضيم عشرة ستين كم باقي لنا 80 ستين سبعين 80 باقي 20,000 باقي 20,000 مشيخ ما بيرضيش يستلمها إلا وافية كاملة 80,000 كيف نسوي مشيخ ما بيستلمها مني ليه كيف نسوي مين نفعل ما عليك أنت أبكي علامة على مغنم مغنم راح ما راح كيف نسوي كيف نبكل عند الشيخ محاصل نبكل عند الشيخ محاصل نقول له بيدي
ماشي معنا غيرها. ما مال الله الحاصل. بسم الله. يلا قفر. السلام عليكم. السلام. كيفك يا شيخ؟ السلام عليكم. بس شوتر بس. هاي يا شيخ. 85,000 ميدال حقها. وافيه. وافيه. ينادى لك يا شوتر. يلا مع السلامة. مع سلامة الله. الله يوفقك ويحب. ينادى لك يا شوتر. أنا تكري تكري. بلاش. كم من هذه يا شوتر؟ هذه 60,000. واحنا ما قلنا 80,000 الا لا. هتنقص ولا ريال؟ قسما بالله قسما بالله يا شيخ قسما بالله العظيم انه احنا بعنا مواشي. والله اللي احنا بعنا مواشي وقعفر سلف لنا من هنا من هنا ومقدر ندبر قريب من 60,000. ولما انت ما تقدرش تدبر نفسك لما تعمل لك المشاكل ها؟ وشيخ وشيخ لا سخم اللي ما فيه لا سخم ولا حلا بس حقنا حقنا. صح صح والله بلاد الخيب هو اللي اعتدي علينا هو اللي بكر يدور له مشاكل. والله احنا ما لنا ذنب يا شيخ. انا اللي قرر من هو الذي اعتدى ومن هو الذي ما اعتداش. ما دخلك انت وبعدين من اذن لك تتكلم ها؟ اما يتكلموا مقال ام يهال يسكتون. اسمع. والله ذا ظلم والله ذا حرام بطنك وبح من حرام والله ذا حرام وظلم علينا حقنا حقنا والله يا بلا روح له القسم كنا عند خارج ب500 ريال ولا حتى ب 1000 ريال زاد 1000 ريال بس عبالهم طويله انت قول استخدم كلام كيف 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 ما سمعتكش ظلم حرام انت قليل ادب طالعوا على خالك فتيني انا شارب بيك شعلمك كيف يتكلموا للناس وكيف يعرفون الادب عارف بزوه يلا مطوه بزوه واربطوه على من اخره يلا قليل حياة وانت ذحين اسمعنا ابنك ذا قليل ادب يا شوتر ولازم ان يتربى وانت يلا ذحين بكاتا بصائر راهن ما تخلي خلي عليك يلا بصائر؟ عفوا يا شيخ طفاح بصائر انا ما همشي بصائر حقي عفوا لا لا انا تقول لي لا انا تقول لي لا حارث 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 لا بوك انتم قالت ايتم بنبقر اللي بديت شوتر لي ادبا يلا حركون مبكرة حكي مبكرة قول ابن حكي انت مبكرة مبكرة ادبك يا شوتر قل لي لا شوتر يلا على اسبوع يا شوتر على اسبوع يلا ابوك هاتم بصائر يا شوتر انا بهم لكم بصائر بس مبكرة والله بعلى بكرة هي خذ قعفر خذ قعفر لكن مبكرة لا مبكرة تدي لي حليب تشكى علينا فديتك يا شيخ مبكرة لا مبكرة تعال ما قلت انا قلت لك من بكرة يلا تحرك لك من بكرة تحرك بكرة انا مالي يا شيخ بكرة بكرة أما أما كيف 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 تعطيني أنت ظالم كيف كيف حارث أنا أفقد لك وحارث حارث أنا أفقدش أرجو نومك حارث كلم لي الشيخ أنت قلبك طيب كلها تراجع لا يشلم بكرة حكي الشيخ أمر نأخذ البقرة نأخذها غصبر عنكم أنا أفقد لك حارث حارث خلي شلي جعفر خلي شلي جعفر وجوتر أنا خرجوها من مزري بريت روحي خرجت كان هو نوو ايشا
شل مبكر حقي سألك بالله ما فعل مسوي وعاشه. أصبري شعوذك الله دوالته واحدة خمس بدل مبكرة خمس أه. أنا ما شاء الله أنبى ما شاء الله أنبى وبنتي ما شاء الله بكرتي على بكرتي أنا مبكي شاطر أخذ مبكرة حق من مزريبة وشاطر أعرف داري أعرف وساكت يا ما فعل عمر راسي نبر راسي الشيخ طفاح انت مجنونه انت عارف انه لساني زلت لساني وقلت له لا اخذ بكره لو روح اقول له لا مره ثانيه والله لا ياخذك انت علي المشكله الحل مش بمبكره المشكله بجعفر جعفر ماله مش اخر ربط عرض من نخله جعفر قام يتفلسف والشيخ ربط عرض من نخله ربط عرض من نخله على جعفر وعلى مبكرة لا تفاح ذنهوي ولا يخلي لنا حاجة أبي نفسك عنتر يا جعفر جعفر من قال لك إني عنتر اشتبوك القزمة من قال لك لا حرام ما قلت أنا ظالم قلت حالم يعني تتكلم يمين لا خليك هنا ثلاث أيام ما تعرف كيف تتحاكى سامحني يا شيخ سامحني تهدن لا جزا الذي ما يسمعش كلام طفاح يمين لو واحد منكم قلب له ولا أتشفك لا أكون رابطه عنده هنا تسمعون يلا قهري عليك يا جعفر هني هبلي ورايح انتي ورايحة من ما فيا رايحة من بابي هبلي احنا رايحين مستشفى نزور مريض قسم زيارة احنا رايحين هني حسن شيخ طفح قسم بالله لا يطفش هني يعني انت شاكر؟ يه ديني هني 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 جنبك شوفي جعفر مربوط أرضها من خلال مربوط أرضها من خلال مسكين جعفر تعرفي يذكرني بمه يذكرني بمسلمين زمن ما كانوا يربطوهن في قريش ليه هم مربوطين أرضها من خلال وينشدون ذيك حاجة طالع بعدر إلينا من ثانية مواد طالع شاتر يه زمان ما كانوا يقولوا كذا ما كانوا يقولوا كانوا يقولوا أحد يه ولا ما كانت تعذبهم قريش يه ما كانت تعذبهم جعفر سمبكة مشيخ كام مشيخ طفح كام يلا فرصة بس غير دعشك يا فرصة يلا خليني سرعة وجبنا لك أكل وسحبنا هنا سكتة قسما بالله لو يدريبنا طفح لا يبهدلنا بهذلة قسما بالله يا بابا كل سكتة انت يا حبيبي مسكين والله انا قلت لك لا تصدق لخالك الثاني شكاد انت مربوط هنا مثل الكلب اي والله ملنا من ذاك اسايا اقول لك اقعد تعمل راسك براس طفاح انت مجنون انت تبهدل البنات تعمل راسك براس طفاح انا حيل طفاح هنا ما قلناك يابا ايش اقول لك من خبر ولا اسكت ولا كلمه ولكن من قسما بالله تعملها مره ثانيه انت داوي قل بسم الله بسم الله مقتول من الليل بركاته تقول قفر قاوي نودي لك قلت له نودي لك اكثر من شخ والله يبهدلني بس ما نفعل غامره من اجلك هنا ودخلنا مغامره ذي مغامره من شانك عشان اقول لك الاكل لكن قسما بالله نسويه مره ثانيه يابا ايش اقول لك اسكت انت شو تسمعيني ولا تسمعي الكلام ولا كلام اسمعك احنا سمعناك شوفيني انت مشاكل تعمل لي مشاكل ذي يا جماعه حبيبي خلص بسرعه لا انت بهذا الشيخ شبعت الحمد لله شبعت يلا هنا بروحك حبيبي يلا قم نشوفنا الشيخ يلا والله يا طفح ارحم منكم قلبي ما في مالكم فطفى حقك الحبس ابني وربطه عند ارض النخله وحكم عليه 3 أيام والله حكم عليه 3 أيام ربطوه لا حول ولا قوه الا بالله 3 أيام يا يحبس ابنكم 3 أيام يا من يكون هذا طفاح
كيف الناس عندها حيوانات؟ تكا 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 ها منهب روح للشكم تخطف فيها. انت مجنون انت؟ انت مجنون انت؟ قسما بالله افتري قسما بالله ماشي تضرب ابن جعفر وتخلي الشيخ يبطح مره مرتين ثلاث الا حقك محاضره في الخبر ذي. احترم نفسك بس تخطف فيه تخطف فيه من لما مجنون يقول حالي بس تخطف فيه. انت مجنون انت؟ تكا 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 يستاهلوا والله يستاهلوا ابنك يستاهل ها؟ تقزم تقول الكلام يستاهل؟ ده بدل ما تروح تشتكي وترفع الظلم على ابنك تقول يستاهل؟ تكا 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 انا اروح اشتكي بالشيخ طفاح؟ انت مجنون انت اهبل قسما بالله انك مجنون. من اشتكي بالشيخ طفاح؟ قسما بالله لا طفح لنا من قريه. والله ما ذليت ابنك الا انت لكن انا شاورك من هدى طفاح وانا دانا بايك واشتكي واوقفه عند حده ولازم اعرف ان في قانون يحكم الناس ده كله. تكا 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 حاطرك طفاح انا اشهد انك رجل ثاني وقف لي شجي معك يا جنبك كري وكلنا 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 وين توكل لي ما معي زنبقة 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 ما هتين ما هو زين اسمع بعدون بعدون راقبون حديان يبوكن وتيجي تبلغنا على طول يلا يا شيخ يا شيخ الله يرحم امك يا شيخ يا شيخ قسما بالله لا رقتنا ولا حاجة عليه فكرنا هذا مهبل فكرنا مهبل ولا اخلوا يبصر راسك ركب ذاك يعتذر لك ويقول انه هبل ويقول انه هبل ويقول انه عاشق ولانه جاهل ضروري يتربى ويعرف كيف يتعاكى يا شيخ يا شيخ هبل وهبل مثل امه وهبل مثل امه انا الان اخلوا يعتذر لك وتاسف لك ويقول لك انا هبل يقول لك انا هبل هبل هو هبل يقول لك يقول لك عاشق الان ذنبك اقول جعفر 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 بدي مشكلة فقلت انا هي جعفر جعفر قول للمشيخ انك هبل قول هبل قول هبل قول 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 هبل 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 يا ابني اسوي لنا مشاكل ابني قولها قولها قول هبل 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 قولها قول هبل قول هبل قول هبل وريح نفسك وريح لي كيف عاش اقول كيف فعلت ما فعلت ما قلت كلمة حق ما تعاندش قل انك هبل قل قل قلها وانقو بجلدك يا ولدي قلها قلها هبل هبل قلها لا تعاندش هبل 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 قل اسف قل له اسف كيف اقولها على الحق وعلى دين محمد اطلق لها قل هبل انت هبل تعملنا مشاكل قل له قل له قل له قل له قل له مشي قل له قل له انك اهبل قل له انك اهبل 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 قل اهبل قل اهبل 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 تعبت قل اهبل انا العزيز باقي ثنتين قل اهبل يلا اهبل باقي ثنتين قل اهبل 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 قل اهبل قل 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 ذليتوني ذليتوني كيف اقول له ما اقول له قل له اهبل واسف يا شيخ يا شيخ قالها 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 ما قلتها انا اسف ارفع صوتك انا اسف انت هبل قل انا هبل انا هبل واسف اسف يعني اصرف الناتي ها انا قلت ثلاث ايام يعني ثلاث ايام وكلام طفاح ما يعيدهش مره ثانيه شوف اذا الناس ما تعطي طفاح وامثاله اموالهم واراضيهم برضاهم بلا اكراه هذا شانهم انما اكراه الناس والتعدي على حرياتهم وسجنهم خارج القانون هذا احنا ما نسمح به ابدا يا فندم دعوا الان في وحده جعفر حكم عليه وربطه ثلاث ايام ولن تمتش بصدقونا ايتم هي وحيد بعينك هذا كلام خطير وكبير الاشياء هذه ولعتها زمان طفاح يا فندم خوف الناس خوفهم واستبدهم انا سمعت عن طفاح لكن ما فيش ولا واحد من الناس اشتكى ليش ليش لان طفاح مخوف الناس المشكله في الناس اذا مش في القانون صح المشكله في الناس وعلشان كده اجيت بعدك علشان تقوم معي وتحرر جعفر من طفاح وتثبت للناس كله ان طفاح القانون فوقه وفوق غيره كمان اكيد انا بخرج معك الان واذا ثبت صحة البلاغ الذي قدمته بياخذ طفاح جزاؤه هيا الله هل بالله الله يصيبك وطفح
عيشت له. شفتي يا اختي عائشه ابلي جعفر مربوط عرضه من اخله وذا قاعد هنا ولا في ذهنه ولا على قلبه دقه. قولي له كلمي كلمي خليه يسوي حاجه. شوتر شوتر ابنك مربوط عرضه من اخله روح عند الشيخ خليه خرجه يلا. ماهر ماهر انا عارف ان ابني مربوط عند منخله وانت يا اختي صورت اذني صورتيني انا اعرف ان ابني مربوط عند منخله ما تسوي له. الشيخ طفاح قال يشتم بصائر حكم حول حقنا يشتم بصائر وانا ماشي ما الا بمزرعه الشيخ وذا عليه ما يفعل انا بحفل هذه بصيره عشان يفك بلك من النخله. حسبي الله نعم عليك يا طفاح ذي بصيره ذي بصيره حكم حول دي مصيرها كم أرضي الوحيد اللي عندي معانا. بروح بروح لهذا هلو بروح لهذا هلو عشان أفك بلي. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا تفاح حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا تفاح. يا شيخ بديتك يا شيخ مبيت حق أنا مغدرة جعفر هنا مربوط أمه لا زاتي وكل ولا تشرب أمه زنبك مريض عليه وأنا مريض. يا شيخ كيف تمني يا شيخ تعملي أفك يا شيخ خريك يا فك لنا يا قعطر ارحمنا فك لنا يا قعطر فك لنا يا قعطر ما شافكاش خليه يتأدب ابنك ضروري يعرف كيف يتحاكم مع الناس تسمع لا لا. يا شيخ أمه لا تأكل ولا تشرب زنبك ما تقول ولا تنام لا تيجي على ابني بك لنا وبك عبر نفسك تسمعش يا شوتر ابنك ضروري يتربى. متأكد حطهم بعينك يلا فكلها فكلها تفك عبر الله الله يبارك يا شيخ الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك فيك الله يبارك شوتر الله يبارك فيك يا يا ابنك لا مثل الله يبارك يا شيخ اصبر يا جعفر الله يبارك يا شيخ خلاص يا جعفر الله يكبرك يا شيخ يا شوتر ابنك مثل ابني انا شايف بس يتربى ويعرف كيف يتكلم مع الشيخ اسمع الا لا 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 قسما بالله قسما بالله من اليوم ما يقول الا الشيء انت ما يفعل ما تردي انت قسما بالله. اسمع يا جعفر يا ابني انا شاك تتربى تكون تعرف كيف تحاكي تقول رجال. شوف قسما بالله الكنت على الحاجه ما يقول الشيخ كسر راسك ادي بي انا يا شيخ ما يقول الشيخ تقول بعدي سنين دي كلها لك 15000 والله حق ماضي تال 15 من 60 اللي حق مأدال وهي منها إلا 80 لكن أنا شا سامحكم لا تسمعون كلامي واللي شا أقول عليكم الضابط شيتي لا هنا وشا يسأل تنكروا النكران أن جعفر كان مربوط في مشجرة تسمعون آشا يمين ودين لما قلتونش كذا شا حبسكون هم اثنين وشا تدفعون 200000 تسمع وسامحنا بالباقي باقي هالأدين سامحوكم تمام يا شوتر والله عليك يا شيخ يلا قافر يلا يلا قم الشيخ ما يتراجع يلا يلا قافر يلا يلا قافر قم الشيخ ما يغير رأيي يلا وين الشيخ طفاح؟ موجود موجود حياك الله قدر تفضل تفضل الآن القانون فوق الناس كلها يا فندم ما هوش فوق رئيس واللي شاه واللي ذا كان هنا مربوط يا فندم والله العظيم إنه مربوط في النخلة كان يا فندم وينه مربوط؟ هنا هنا في النخلة أهلا وسهلا أهلا وسهلا حيا الله الفندم حياك تفضل يا فندم تفضل أهلا وسهلا تفضل. لحظة يا شيخ طفاح يا شيخ طفاح وصلنا بلاغ إنك رابط مواطن اسمه جعفر في النخلة يا فندم ذا تلفيق وتشويه في سمعة الناس وآدكش تسمع كلامه كثير فندم المفروض أن كنت تتحرك كيف كان أكذا
اكذب انا مربوط وفي منخله من الصباح، اما انا قضيتيه طولا، كيف كان اكذب كيف 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 كيف؟ كيف 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 كيف؟ والله انك هبل مثل امك. يا هبل اشهد مثل امك الله كم شيخ. لما اخوك خالك بتاني يقيم ام ضابط انت تقول له انك ما كان شي مربوط. انكر انك انت مربوط. الشيخ وعدنا لو قلت كذا بيقبل 45,000 وسامحنا بنباقي. بعد اسمع يا هبل، اسمع كلام شيخ، ما اسمعش كلام امك دي مهبله. شان اكذب اكذب خالي خالي خمي شاتر فتاني راح اجيب مضابط عشان يقدم طفاح على حقك، وانت المفروض انك ما توقف ضده، المفروض انك توقف معاه. تنكر تنكر يا طفاح انك ربطت جعفر في منخلته 3 ايام وحكمت عليه لا اكل ولا شرب ولا لا حاجة يا فتيني. اسكت، ما دخلك لو الفندم موجود، ما دخلك انت. اهو يا فندم شاينكر شاينكر يا فندم، ولانت مش مصدقونا جعفر وشوتر شايبينك بكل حاجة بكل شيء. تاكا 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 والله قد يكثك عافية. ما دخلك انت بذنبك لها، ما دخلك بذنبك لها. اخوك ذا فضولي قسم بالله فتيني انها فضولي، ما دخله يروح الدين ضابط المطفاح. طفاح طفاح ذنب شيخ طفاح، قسم بالله قسم بالله من حلب اللي احنا وما يطرنا طفاح من القرية اللي احنا. قول اخوك بطل ذي فضوله بطل فضوله تمام. وانت قم يلا قم معي بطل حبالي. بقول لك الشيخ وعدنا وعدنا لو شاهدكم في ما قال الشيخ وانكرت انك مربوط على النخلة بيقبل 45,000 وسامح لي الباقي. قم اجي معاكم. وين لا عندهم شيخ. تكا 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 جي معانا يا بلا وانت جي معانا. لا عندهم شيخ طفاح. لا عندهم شيخ حرمة تقول لي عندهم شيخ. قري 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 مغالك قري 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 مغالك هنا جعفر. قم يلا قم. الله يفتح عليكم الله يوفقكم الله يحفظك شاتر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تعمل انت قصص حكم عربي. الله يفتح عليكم ويوفقكم. لا هو جعفر ولا هو شوتر، اسالهم بنفسك يا فندم. سألونا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله. حكومة سألت مغيبة. لا تبوس يد أحد مالك. قلت لك قلت يا ابني لا تبوس يد أحد. لا تبوس يد أحد. حكومة قال لي مبوس يد أحد. أنت جعفر. أنا جعفر. وأنا أبو شوتر. جعفر. هل الشيخ ربطك في النخلة؟ أي أيوة. لا لا لا. لا. أيوة ولا لا؟ لا 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 لا. لا. جعفر. تنكر ان انا شفتك مربوط بحبل فوق منخلته. الله يا خالي ما ادري كيف. كنت انت ايش فاهم قصه؟ انت داري انت داري ولا مش داري؟ ولا انت ما انتش داري؟ انا اقول لكم عندنا نخل وفوق نخل مو تمر. كيف نزل من تمر؟ نربط محبل على حقاونا ونطلع لا راح نخله يب 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 وبعدين ننزل من تمر. علشان ناكله لان فيه تمر وفيه بلع انواع كثيره تمام. فطلعت اجيب تمر سيري خالي شافني يحسب اني مربوط. الله يسامحك يا خالي. هذا الملاك الطيب الطاهر يحبسني ويقيدني ابدا. مثل ما قال جعفر من عادات ناسنا يا فندم انهن يربطون احقاوهن ويطلعون بعدم تمر. مالك من نفتيني كذاب. شوتر هل صحيح ان الشيخ طفاح ربط ابنك جعفر في الشجره؟ تكا 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 الشيخ حبسني بالنخله ربطه؟ ما قال الكلام ذي. هذا افتيني اجا وقدم بلاغ انه الشيخ طفاح ربط ابنك جعفر في النخله. افتيني؟ افتيني ذا فتنه. افتيني ذا فتنه. لا تصدق حد. الشيخ لا ربطني ولا ربط حد ولا الشيخ طفاح يربط حد. الشيخ طفاح ذا ملك طاهر ان شاء الله محترم. حنون 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 على مرعي حكي. عمره ما ربطنا عمره ما ربطنا عمره ما بحر فوقنا عمره ما عمل علينا 80,000 أداء عمره ما نقصها إلا 60 وبعدين رجع قبلنا 5 وعمره ما فعل ذيهم كلام. عمره ما أخذ بقر حق أحد. شاتر ما أخذ بقر حق أحد. عمره ما أخذ بقر أحد ولا أخذ شيء. هذا إنسان محترم. افتري ذيك ذب عليه لفتيني يبقى فتنه بيننا الشيخ طفاح. لكن قسما بالله قسما بالله العلي العظيم استغفر لي استغفر لي قسما بالله العلي العظيم ان هذا كلام. انا سقطت من نظري يا خال سقطت من نظري. على العموم يا فتيني انا بفوتها لك المره دي لانك قدمت بلاغ كاذب
والبلاغ الكاذب يعاقب عليها القانون يا أفتيني. بلاغ كاذب؟ أيوة بلاغ كاذب. والمعذرة منك يا شيخ. الله يرضى عليك، الله يحفظك، أهلا وسهلا. لكن أنت سيد العارفين يا شيخ أن السجون الخاصة غير قانونية، وإحنا ما نسمحش بسجون خاصة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مثلين، أنت وأبوك. أهلا. كيف كذبنا؟ شوتر. يا فندم، يا فندم لو سمحت، يا فندم والله العظيم، والله العظيم إن أنا شفت بعيني، بس الناس ما نش داري مالهن. وطفح ده، طفح ده مش أول مرة يتأسفون، دائما يبهدلبون، يظلمهن، ينهب أراضيهم، وساكتين ما عندوش الشجاعة إنهن يضحكون. يا أفتيني أنا عندي إحساس ويقين أنك صادق، وعندي إحساس أن طفح هذا رجل متعسف وظالم، لكن يا أخي القانون لا يمكن أن يطاله إلا إذا أثبت حالة من الحالات التي يرتكبها طفاح. طيب وما هو الحل؟ الحل يا أفتيني أنا بوقف معاكم بساعدكم، بس في البداية أنتم ساعدوا أنفسكم، وإذا الناس وقفوا صف واحد ضد طفاح وأثبتوا المخالفات التي يرتكبها وأثبتوا لي حالة واحدة، أنا أوعدك أن أنا أوقف أنا والقانون والدولة في صفكم. ولا يهمك، أبشر. أيوة أهلا وسهلا، حيا الله المدير، حياك الله، يا مرحبا. الله يحييك سلمة. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. والله تصدق كم إحنا فاقدين تزيارة. حياك وسلمك. أهلا. وأنا مشتاق إن أشوفك. طبعا أنت عارف يا شيخ طفاح إنه مشاغلنا كثيرة جدا. صحيح. ولما جاني اتصال منك على طول وقفنا مشاغلنا وجانا على طول نشوفك. الله يحفظك، الله يرضى عليك. الله يحييك. أهلا وسهلا. حياك يا شيخ. مدير، حيا الله المدير. الله يحييك. تفضل تفضل تفضل، حياك الله. عندك معنا جو عندنا. يا سلام يا سلام يا شيخ طفاح، جو جميل جدا وانت اجمل من الجو. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. حياك يا شيخ طفاح. اهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل. الله يطول عليك. اهلا وسهلا، يا مرحبا. اجلس اجلس يا مدير، اجلس. الله يحييك يا شيخ طفاح. الله يحييك. الله يحفظك. ايوه يا شيخ طفاح، قلت لي ايش المشكله ومعامل؟ والله يا سيدي وأين ما احنا الضابط اللي طلعونا ذحين يعني يتكلم من نخرة أبي ونفسه وطني. مرة أنا أهبت أكذب واحد من ذي الأمرية وهو بقى ما بالا أمره هناني طناني، وزيد فخضه كلها ما هبه أتى بنفسه لعندي هنا يسلمنا الأمر، ما أناش دارين ماله. بسيطة يا شيخ طفاح، المسألة ما تحتاجش هذا القلق كله. انت لا تقلق، شو أنا جنبك. انت اللي عليك ان تجيب لي اسم هذا الضابط ومكان عمله، وسيب الباقي علي ولا يهمك. الله يرضى عليك، الله يفتح عليك، الله يقبرك. يا سلام، المزرعة حقك جميلة جدا ورائعة، أنا ناوي أعمل عندك مزرعة في القرية. من عيوني، أنت أمر بس كلمنا وأنا شاهد لك أحسن عرض ورخيصة بين. بس المسألة يا شيخ طفاح تحتاج للتفرغ كثير وأنا مش فاضي. خيك هنا ما يهب، أنا موجود. بس أنا ما أحبش أتعبك. لا عليك، تعبك راحة، تعبك راحة. هبل المدير، هبل المدير. الله يسلمك. حياك الله يا مدير. اسمع ما أقول لك، اشرب بشاي حقك. أيوة. اخرج لابنا لفة على القرية، والأرض اللي تعجبك ما يهمكش، أنت أشر بس منته قابلته أخدمك. يا سلام يا شيخ طفاح على مناصف، هذه الأيام موسمه. هذه الأيام موسمه، وهذا مليم، وهذا كثير أشياء. والله مدير، حياك الله مدير. الله حييك وسلمك. أهلا وسهلا بك. صراحة أرض زراعية جميلة جدا. الله يرضى عليك، وأنت الأجمل يا شيخ طفاح. هذه الأرض عجبتني، حق من هي؟ ده. أيوة ده حق سودر. خلاص شوف إذا هو بايعها أنا أشتريها. ولا يهمك، منته قابلته جبلناك. أيوة. يا شوتر. لا 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 سلم مثلي اهلا ده منو؟ للمدير. المدير اهلا. هاي مرحبا بك. مرحبا بك. اهلا
مرحبا مدير. ذا مدير؟ شوتر لا صاحب المدير. إيش اشتري ارض ام ارض حقك؟ ارض حقي؟ احنا ما نبيعش ارضنا. صح ارض حقنا نبيع هاي. قال لك نبيع ما ارض حقنا تاك 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 ونبيع حقكم ارض. لا ما بيعش. عفوا يا شيخ ما بيعش. زنبقة شوتر كسرون كلامي. نكسر كلامك؟ نكسر لك فيه ولا نكسر كلامك؟ بس اذا الارض حقنا ما نبيعهاش. مع السلامة يا شيخ. مع السلامة. زنبقة زنبقة يلا روحي. مع السلامة. خلاص يا شيخ شكله عود يابس بس الارض عجبتني. ولا يهمك عمود يابس نعرف نكسرها. زنبقة؟ لقفك 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 ها ثلاثة واحدة ثانية لقفك لقفك هي ثلاثة لقفك كبير واسمع ما أعرفش ليش زنبقة زيد حبة ثانية جعفر؟ يا والله قدك شابك تك 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 من جايبه؟ ما قدرت نزل مطمرو نزلها ونزلها ونزلها أنت اللي مشيبه ما أنا أدنى شباب سمعين شوتر يا شوتر يا شوتر مسؤول كبير اجلوا الشيخ شلوا الارضية حقك شلوا الارضية حقك مسؤول كبير اجلوا الشيخ الان شلوا الارضية حقك مدرب الان انا حصلتهم شلوا الارضية حقك شلوا الارضية حقك شلوا الارضية حقك انا قسما بالله ذا اللي نهب حقنا مرضيه لا قفوز امسكهم بالرقبه واقدم كذا والله يا باهو يا ما عندي اتلطمو لما خرج مخه من مخوره قسما بالله لا قصوي بالكذا وما تدهم كري مش احنا هو يلا هون يلا شوتر خلينا تعاكع اسمع يا مدير ها قبل 50,000 50 حكم 50 بعدك يا شيخ 50 حكم 50 خلا 50 ذي ما عرفت شو كثير حكم 50 شيخ طفاك اللي بيه راجع يا شوتر قلنا لك هدا هدأون خلونا نتفاهم مع مدير اسمع يا مدير ها قبلهن 200,000 ريال طيب يا شيخ حقك تعرفه مني انا كفيهم 200 200 200 200 يلا كمل مبروك مبروك
كيف تبغونكم 200,000 ارض قيمتها ملايين؟ اسكت يا هبال، باقي معانا ارضيه ثانيه كذا ثانيه. بس اصل تقول لحد حلال عليك، حلال عليك، بس ما بتسوي هذه الارضيه؟ بصلحها مزرعه كبير. بتسوي مزرعه؟ ايوه. تشغلنا معك، شغلنا معك لو سمحت، شغلنا معك. اشغلكم عندي، شغلنا معك. الحمد لله رب العالمين، شغلنا معك. والعلف اللي فيها اشتهب ولا نبلاشه؟ والعلف بلاش. يا ابو الله نبلاش، والله توفقنا توفقنا توفقنا. الله الله، المهم كيف؟ وعرضي يشتغلكم معه ولا ما رضيش؟ شغلنا معهم يوم 500 ريال وطلعان 600، وجلسنا سنتين وحنا شغالين معه، بس ضميري ما كانش مرتاح. واي، ليش ضميرك ما كانش مرتاح؟ تصوروا يوم الجمعة يحاسبنا كامل، واحنا والله ما نشتغل الا الظهر بس. الله 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 الله، هذا هو الضمير الصاحي، هذا هو الضمير الحي. ما شاء الله ما شاء الله.